سطرنا برنامجا استعجاليا بهدف تعزيز قدرات حشد المياه الموجهة للشرب عبر إنجاز أكثر من 200 منقب، بالإضافة إلى تأهيل وتوسيع 4 محطات أحادية الكتلة ستاسيون مونوبلوك لتحلية مياه البحر، وكذا تحويل مياه واتسيباو نحو سد تاكسيت، وربط نظامي سد غريب ببورومي، مع العلم أن هذه السدود تساهم في تموين الجزائر الكبرى في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب. وبعد تقييمنا للإمكانيات المائية التي يمكن حشدها وكذا آراء مختلف الفاعلين في تسيير الخدمة العمومية للمياه، تقرر وخلافا لما تداول اليوم الحفاظ على تزويد الساكنة بصفة دائمة ومستمرة خلال شهر رمضان المعظم.